السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الورقي، بحبكم جدا في الله. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة رهيبة جدا، صابون سايل من الصابون البلدي، وبيدينا نظافة حلوة قوي. بالنسبة لغسيل المواعين بيدينا نظافة جميلة جدا، انا مجرباه على طول وبحب اعمله عندي في البيت، فحبيت النهارده ان انا اعمله معاكم وتشوفوه. ده كده شكله زي ما احنا شايفين، ده صابون سايل من الصابون البلدي. اتمنى انا حبيت اوريه لكم الاول قبل ما نبدا في الفيديو. شايفين جميل ازاي؟ انا الكميه ديت انا عامله 8 ريتل صابون. يلا مع بعض نشوف الخطوات والطريقه. النهاردة هنعمل وصفة صابون سايل من الصابون اللي هو البلدي اللي هو بتاع المواعين. انا كنت عاملة الصابون ده هو في البيت، وكنت منزله الفيديو في القناة. حابب اسيب لكم طريقة عمل الصابون ده هو في صندوق الوصف. دلوقتي بقى انا معايا ده كيلو صابون مبشور، انا بشره، ومعايا هنا لون اصفر، يعني معلقة كده صغيرة لون أصفر ومدوباها في مية، في نص كوباية مية. وهنا معايا ده كده يعني ربع كيلو قشر ليمون. أنا بحوش القشر في الفريزر، فضربته في حطيته في معرض المية الأول، وبعدين غليته لحد ما بقى طري خالص، وبعد كده ضربته في الخلاط. وبعد ما ضربته في الخلاط زودت عليه 3 ريتل مية وغليتهم كده على النار وصفيته كويس. خدت القشر بقى بتاع الليمون رميته، لان انا عايزه الميه تبقى صافيه كده. اهوت بقى ايه، هبدا اللي انا احط الصابون ده اهوت هنا في الجرده. طبعا هنعمل كميه صابون النهارده، هتبقى كميه كبيره، لان انا يعني مش كل شويه بقى هقعد اعمل صابون، فهو لما يبقى عندي يبقى احسن. كده بقى ايه، المية دي انا غليها، كده هبدأ اللي انا احط المية واقلب لحد الصابون ايه ما يدوب خالص معايا. كده بقى انا بقلب الصابون كده لحد ما يدوب كله معايا خالص، وما يبقاش فيه اي قطع صابون، وارجع تاني. كده انا دوبت الصابون كده خالص زي ما احنا شايفين. دوب معايا كده بقى، معايا 4 لتر تانيين ميه بارده من الحنفيه. هبدا بقى ان انا اضيفه. كده بقى انا هسيبه بقى ايه، هسيبه بقى شويه كده لان هو دافي لسه معايا، وهضيف اللون الاول. انا حطيت لون اصفر كده بقى، هسيبه لحد ما يبرد خالص، وبعد كده اشوفه بقى يعني اظبط بقى القوام بتاعه. اذا كان مثلا تقيل معايا عايز ميه هزود ميه، مش محتاج. هنشوفه مع بعض لما يبرد، نرجع مع بعض ونشوف القوام بتاعه عامل ازاي. كده حبايبي ده كده شكل الصابون كده معانا، اهو نوريكم شكله. ده كده صابون سائل لغسيل المواعين. طبعا الصابون ده هو بيديني نظافة حلوة قوي لغسيل المواعين. وزي ما شفنا الطريقة بتاعته كانت سهلة جدا. انا هنا سبته بقى بعد ما عملته معاكم، سبته طول الليل لحد ما برد خالص كده براحته، وزي ما شفنا القوام بتاعه حلو. كده بقى انا هبدأ اللي انا احتفظ بيه كده في الجيركن. انا على فكرة ما زودتش مية، هما دول كده 8 ريتل اللي انا حطيته
وكيلو الصابون المبشور واللقمة. وبالنسبة لوصفة طريقة الصابون دهوت، يعني انا هنسيب لكم الرابط بتاع الفيديو في صندوق الوصف تحت عشان تبقوا تشوفوا طريقة عمل الصابون. نعم كده بقى، انا ابني هيحط الفتحة، هيحط الصابون كده في الجركة وارجع تاني. كده حبايبي احنا هنجرب مع بعض، هنوريكم الصابون كده اللي انا عملته، هنجربه كده مع بعض. شايفين الرغوة من تحته جميلة جدا، شايفين النظافة. شايفين النظافة معانا. اللي اتمنى الوصفة النهاردة تكون نالت اعجابكم، زي ما شوفنا وريتكم عملي بالنسبة لغسيل الاطباق. زي ما شوفنا النظافة من تحت والرغوة من تحت جميلة جدا. كده حبايبي ده كده شكل الصابون معايا، دي الكمية اللي طلعت كده معايا اللي هي 8 رغل. زي ما شوفنا الوصفة كانت سهلة وبسيطة، اتمنى اللي هي تنال اعجابكم. وبالنسبه لوصفه الصابون البلدي اللي انا استعملته، اللي هو كان اساس الوصفه معايا النهارده لعمل الصابون السيء، لا هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف عشان تدخلوا عليه وتشوفوا الطريقه الخطوات بتاعه الصابون، صناعه الصابون. ودي كانت وصفتي كده النهارده، الصابون السايل من الصابون البلدي بطريقة سهلة جدا، وبتدينا نظافة أعلى جودة بالنسبة لغسيل المواعين أو البوتاجاز، أو يعني بتدينا نظافة كويسة. أتمنى اللي هي تنال إعجابكم النهاردة. وزي ما شفنا كل ده هوت يعني بيبقى يعني من شويه، يعني اساس الصابون السائل اللي انا عملته النهارده ده كل ده يعني من بواقي زيت في المطبخ عندك، بدل ما ترميه بتصنعي بيه صابون وبتستعمليه في الوصفه دي النهارده. هو يعني ده الاساس اللي هو شويه زيت على بطاطس، وبتعملي منهم يعني وصفتي صابون بلدي وصابون سائل كده يعني. فلازم يعني كل ست بيت يعني كده تستغل الحاجة اللي بتكون عندها، بدل ما ترميها تطلع منها حاجة وتنفعها يعني. زي ما شفنا كده الصابون دوت هينفع معايا في غسيل المواعين، وهيوفر عليا اللي انا يعني اشتري خامات صابون سايل زي ما كنت بجيب الاول، لا وصلنا صابون سائل وكده اهوت. يعني انا كده وفرت وعملت كميه كبيره اهيت، كل دوت بشويه ببواقي زيت بتكون عندي في المطبخ. اتمنى ان الحلقه النهارده تكون نالت اعجابكم. وفضلا وليس امرا، اللي لسه متابع القناه لاول مره يا ريت يعمل الاشتراك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من قناه حنان الورقي. واللي متابع القناة ياريت يعمل شير للفيديو مع كل أصدقائكم ومع كل الناس عشان كل الناس تستفيد بالوصفة النهاردة، لأن هي فعلا وصفة جميلة جدا، أتمنى اللي هي تنال إعجابكم. وكان معاكم حنان الورقي النهاردة، بحبكم جدا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.